حين يكون معظم ضحايا القصف من المدنيين، فهذا يحمل تفسيراً واحداً، وهو افتقار الحكومة الإسرائيلية لأي خطة عسكرية أو استراتيجية في حرب غزة. هذا ما لمسه المعزون الذين توافدوا إلى إسرائيل، وأفصح عنه صراحة البيت الأبيض حين أدلى بمعلومات لصحيفة نيويورك تايمز عن قلق جو بايدن من عدم وجود أهداف إسرائيلية محددة لعملياتها في القطاع. ليفجر طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من وسط تل أبيب قنبلة تحمل الكثير من التأويل والتفسير حول الحاجة إلى التحالف الذي حارب تنظيم داعش ليتولى المهمة لمحاربة حماس. وكأن بزعيم الإليزي قد وصل إلى ذات النتيجة التي وصل إليها الرئيس الأمريكي حين لم يسمع من نتنياهو والإسرائيليين شرحا عن خطة واضحة إلا تلك العناوين الفضفاضة بالقضاء على حماس وإعادة الرهائن والأسرى. ولا تسأل نتنياهو كيف ومتى، لأنه بكل وضوح لا يعرف. وفي جلسة العزاء كانت التقارير تتوالى بانزلاق الأمر في غزة إلى هاوية لا أخلاقية تتفاقم وتتعاظم إلى الدرجة التي قد تجعل من الأمور تخرج عن السيطرة، ويحصل ما يخشى منه العالم بتوسع فعلي لرقعة الصراع، وأن يقوم تحالف ماكرون المقترح باستهداف تنظيمات أخرى، الأمر الذي ربما دفع بماكرون إلى رمي طوق النجاة لنتنياهو باقتراحه لتحويل إدارة الحرب إلى تحالف أوسع يمكن باريس وواشنطن وعواصم أخرى من طرح حلول عسكرية أو سياسية مغايرة لسياسة الأرض المحروقة التي ستجعل إسرائيل نفسها في أتون صراع ناره تأتي من حدود الطوق والداخل. لكن البعض يرى أن تصريح ماكرون قد يكون محض انفعال لحظي ودون تنسيق أو توافق مع الدول الأعضاء في التحالف الدولي. الارتباك الإسرائيلي وخطة لا خطة يشبهها البعض بردة الفعل الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر، حين توعد بوش بالقضاء على القاعدة وتقديم بن لادن للمحاكمة، وكذلك إعادة رسم الشرق الأوسط بالقضاء على نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وشكل الأمريكيون تحالفا دوليا ضخما، فإذا بالنتائج بعد 22 سنة، عالم أقل أمنا وبلاد تحكمها الميليشيات والجماعات وملايين الضحايا وإعلاء لغة التطرف واستنزاف الخزينة بتريليونات الدولارات، وفي النهاية انسحاب بلا نتائج وبلا مقابل.